مشاهدينا الحديث أكثر عن هذه الجلسة الحوارية الخاصة بصنع مجالس الإماراتية، خلينا نرحب معاكم عبر الهاتف بعضو مجلس الفجيرة للشباب المهندس محمد عبد الله الحساني. صبحك الله بالخير أستاذ. صباح النور خدينا، صباح عليك وعلى المشاهدين والمستمعين جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة. العفو، يعطيك العافية. يعني أستاذ محمد، في البداية لو تطلعنا على المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الجلسة الحوارية الخاصة بصنع المجالس الإماراتية. الحقيقة أخت زينب، هذه الفعالية هي ضمن مبادرة كاتب وكتاب. هذه المبادرة هي من تنظيم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع المركز الإبداعي في الفجيرة. المركز الإبداعي طبعاً التابع لوزارة الثقافة والشباب. طبعاً هي أيضاً ضمن فعاليات المخيم الصيفي اللي ترعاه الوزارة وتشرف عليه. الحقيقة أخت زينب، توجه الوزارة وأيضاً يعني حكومة دولة الإمارات بشكل عام تعزيز الهوية الوطنية. دائماً المبادرات والبرامج اللي تقام تصب في هذا الجانب. فبغينا نحن في مجلس الفجيرة للشباب أن نكون جزء من هذا التوجه، وارتئينا عمل جلسة عن العادات الإماراتية، واستضفنا الباحث عبدالله الهامور للحديث عن الصنع الإماراتي. طبعا الجلسة كانت مثمرة جدا، تناول فيها الباحث أو المحاضر أهمية المحافظة على التراث، ومن ثم تطرق إلى وسائل حفظ التراث، وتكلم أيضا عن آداب تقديم الدعوة للضيوف، وانتقل إلى آداب الاستقبال، ومن ثم صور السلام المتعددة. تحدث أيضا عن طريقة الأكل في المجالس الإماراتية وآداب صب القهوة. وبالمناسبة الباحث يعني هو متخصص حقيقة في موضوع صب القهوة، له كتاب يعني خاص عن آداب القهوة، تناول فيه يعني فوق تقريبا يعني 95 أدب من آداب صب القهوة. واختتم الحديث بآداب التوديع في المجالس الإماراتية. تمام، بالتالي أستاذ محمد حابين نتعرف أكثر على انطباع الحضور وبالتحديد فئة الشباب اللي كانوا متواجدين معاكم في الجلسة ومدى تفاعلهم أيضا. نعم، في الحقيقة أخت زينب، يعني عادة ما تواجه مثل هذه الجلسات المتخصصة في التراث تحدي. هذا التحدي يتمثل في قلة عدد الحضور خصوصا من فئة الشباب، وخصوصا في وقت يعني مثل الإجازة الصيفية وفي إجازة آخر الأسبوع. ولكن يعني العدد كان غير متوقع بصراحة، يعني كان في إقبال ممتاز، يعني سبحان الله على غير كان في أكثر من العدد اللي توقعته النبي حضر. نعم صحيح، كان في أكثر من العدد المتوقع، يعني قرابة 50 شاب وشابة، يعني كلهم من فئة الشباب. طبعا لاقت الورشة طبعا استحسان الحضور، كان في تفاعل رائع مع المحاضر، وايضا يعني عدد منهم حقيقه طلبوا فعاليات اكثر من هذا النوع. فنحن من هذا المنبر يعني نشكرهم على حضورهم وعلى مشاركتهم لنا في فعالياتنا، ونرجو ان يستمر الحضور على هذه الوتيره وافضل ان شاء الله. ان شاء الله، واكيد يعني من الجميل جدا نعرف الشباب سواء من البنات وحتى الشباب اللي عندنا في دوله الامارات على مثل هذه الامور الخاصه بالصنع الاماراتي. لو تخبرنا اكثر استاذ محمد عن انشطتكم كمجلس الفجيره للشباب وحتى فعالياتكم القادمة. نعم أخت زينب، طبعا ما يخفى عليك أن تم الإعلان عن أعضاء مجلس الفجيرة للشباب في دورته السادسة في شهر رمضان الماضي في شهر أبريل. طبعا تم الإعلان عن طريق المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع الديوان الأميري بالفجيرة. طبعا إذا يعني تكلمت بشكل مختصر عن أهداف مجالس الشباب أساسا، يعني المجالس المحلية، فهي تتمثل حقيقة في تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، أيضا إشراك الشباب وتفعيل دورهم، تمكين نماذج شبابية وطنية قادرة على تمثيل الدولة في المحافل المختلفة، أيضا تعزيز مفهوم التواصل بين شباب الإمارة والجهات المعنية. خذينا بالحين كان لنا حضور الحمد لله في عدد من الفعاليات كمجلس الفجيرة للشباب في داخل الدولة وخارج الدولة في مناسبات متنوعة. أضرب لك مثال، يعني مثل يوم الشباب الخليجي، فعاليات المخيم الصيفي اللي نحن في بصدد الحديث عن يعني الجلسات اللي أو المبادرات اللي تحت مظلة المخيم الصيفي. وأيضا راح نمثل المجلس إن شاء الله في الفعالية القادمة اللي هي بكرة، الفعالية القادمة الخاصة بكوب 28 اللي تنظمها طبعا وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. طبعا نحن مثلنا الحمد لله الدولة في عدد من المحافل والمؤتمرات،
منها طبعا على سبيل المثال للحصر المخيم الخليجي الشبابي في سلطنة عمان، الملتقى الأردني الخليجي في الأردن، الدورة التكوينية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب وغيرها طبعا. أكيد أتمنى لكم كل التوفيق يعني أكيد أستاذ محمد على هذه الجهود وهذه البرامج اللي مش بس موجودة في إمارة الفجيرة أو في دولة الإمارات، أيضا مثل ما ذكرت هي شاملة بعض دول الخليج أكيد لعمل مثل هذه الدورات الخاصة وأيضا المجالس الخاصة بالشباب. كل الشكر لعضو مجلس الفجيرة للشباب المهندس محمد عبد الله الحساني، يعطيك العافية.